أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون الجهوية. نبه تقرير أنجزته مجموعة تفكير الأمريكية أتلانتيك كونسل ومجموعة سوفانا المختصة في القضايا الاستراتيجية الدولية إلى أن الصلة التي تزداد وثوقا بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الإرهابي والبوليساريو تشكل تهديدا يحدق بمنطقة الساحل والمغرب العربي. وذكر هذا التقرير أنه خلال شهر أكتوبر الماضي تم اختطاف 3 مواطنين غربيين يعملون في المجال الإنساني بتواطؤ مع موالين الانفصاليين في قلب مخيمات تندوف جنوب الجزائر التي تخضع لسيطرة ميليشيات البوليساريو. ولاحظ معدو هذا التقرير أن حادث الاختطاف لم يفاجئ مع ذلك أي أحد، موضحين أن مخيمات تندوف حيث أضحى الشباب المحبطون فريسة سهلة لمجندي الجماعات الإرهابية الباحثين عن أيادي لتنفيذ عمليات اختطاف الرهائن مع طلب الفدية ولتهريب المخدرات والقيام بأنشطة إجرامية أخرى. يواصل الوفد الصحراوي أنشطته بالسويد، حيث التقى اليوم بممثلين عن هيئات سياسية وحزبية من أجل توضيح واقع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف في مقابل النهوض بمؤسسات حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية. سعداني ماء العينين الناشطة الحقوقية عضوة الوفد الصحراوي كان لها لقاء صباح اليوم مع السفيرة فوق العادة لجمهورية ليبيريا بجنوب إفريقيا، حيث حكت الناشطة الحقوقية تجربتها المريرة بمخيمات تندوف والتي لا تعد سوى مثالا لعدد من الضحايا الذين لا يزالون ينتظرون إماطة اللسان عن قضيتهم. السفيرة الليبيرية خلال هذا اللقاء أبدت تعاطفها واستعدادها للتعاون مع النشطاء الحقوقيين في هذا المجال. وفي اتصال هاتفي مع معاذ جماني عن جمعية الصحراء المغربية بالسويد، أبرز أهمية دور الجالية المغربية في القضية الوطنية، لنستمع. نحن نشارك في هذا الملتقى السياسي الكبير بصفتنا كجالية مغربية بالسويد، وتتميز مشاركتنا هذه السنة بمؤازرة كبيرة من طرف نشطاء حقوقيين قادمين من الأقاليم الجنوبية. شعرنا بتعاون حقيقي من أجل التعريف بالقضية الوطنية ومواجهة ادعاءات مغرض الانفصال السويد. وسنحت لنا الفرصة المشاركة في هذا الأسبوع السياسي من ربط علاقات مع فاعلين حزبيين وجمعويين ونقابيين، وهي علاقة ستعود لا محل بالنفع إذا ما تم استثمارها بالطرق المثلى، وخصوصا أن العقلية الإسكندنافية لها سمات خاصة من بين مثيلاتها الأوروبيات، من حيث أنها عقلية برغماتية بالدرجة الأولى. ونتمنى بصفتنا جالية صحراوية أو مغربية بالسويد غير على ثوابت الأمة وعلى رأسها الوحدة الترابية، نتمنى من المصالح المعنية سواء وزارة الجالية أو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لتقديم الدعم المادي والمعنوي والتكويني على طرق التواصل والإقناع والمد الدائم بالمعلوم، وخصوصا المتعلق بقضية الصحراء المغربية. في موضوعنا منفصل وتحت شعار أحبك يا وطني فداك يا وطني، أعطيت اليوم الانطلاقة الرسمية للمرحلة التقييمية الجديدة بالعيون في مرحلتها الأولى. هذه الانطلاقة أعطاها العامل المكلف بالكتابة العامة لولاية الجهة وبحضور الأطفال المستفيدين والأطر وأولياء الأمور، محمد المصطفى خية والصالح الرقيبي. 923 من أبناء مدينة العيون يمثلون 10 جمعيات سيستفيدون من هذه الفترة التقييمية في مرحلتها الأولى هذه السنة. خطوة تنظم من لدن وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم، والقبلة 9 مدن من شمال المملكة. ويأتي تنظيم هذا المخيم في إطار سلسلة المجهودات المبذولة من لدن كافة الأطر المشرفة لخلق فضاء مفيد ومسل لهؤلاء الأطفال خلال هذه الصائفة. اخترنا باش نديروا انطلاقة رسمية لجميع الجمعيات اللي ماشية في هذه المرحلة، واللي تقدر تقريبا ب 950 تقريبا مستفيد في المرحلة الأولى، وغتكون 5 مراحل إن شاء الله هذه السنة. وليت انطلق 19 حافلة إن شاء الله هذا اليوم إن شاء الله، باش نتمنى تمر هذه المرحلة في ظروف جيدة. في إطار المخيمات للجميع وكذلك تحت شعار المخيم هذه السنة له هو أحبك يا وطني فداك يا وطني، وهذا الشعار سنعمل به
من خلال مجموعة من البرامج الثقافية والفنية والتربوية داخل المخيم. والحقيقة احنا عندنا ملي ان دائما نمشوا لمناطق الشمال. مناطق الشمال عندها ميزة، اولا ماشيين هذا السنة ان شاء الله المنطقة ينقالها جبهة عبد الكريم الخطابي نواحي شفشاون، وعندها رمزيتها التاريخية، وهدفنا ملي نمشوا نعرفوا الاطفال ذاك المكان وذيك الرمزية التاريخية لاولادنا ويعرفوا تاريخ المغرب. الأطفال المستفيدون من هذه المبادرة وأبائهم ثمنوا بالمناسبة هذه الخطوة لما لها من دور فعال في تكوين هؤلاء وجعلهم يعتمدون على أنفسهم إلى جانب التعرف على أصدقاء من كافة أقاليم وجهات المملكة. المشاركة في مخيم ملتقى الشباب، أنا فرحانة غادي يديونا نشوفوا تما وتعلموا ونعرفوا واش نديروا، شحال من حاجة ما كنعرفوهاش غادي نوليو نعرفوها تما. احنا غاديين لهذا المخيم التربوي باش ننميو عقولنا، وغادي للمدن جداد نكتشفوهم باش ننميو معرفتنا ونتعرفوا على ناس جداد ونتعرفوا على مدن جديده واصيله باش نعتمدوا على نفسهم شي شويه ونتربى فيهم روح تساوي مع الناس الاخرين معاهم، يتعرفوا مع ناس اخرين جداد عليهم، يمشيو لمدن اخرين اللي ما عرفوهمش ما عمرهم شافوهم. المرحلة الحالية للتخييم مدتها 12 يوما، وهي المرحلة الأولى من ضمن 5 مراحل لتخييم الأطفال عن إقليم العيون، ستستمر ما بين شهر يوليوز الجاري وغشت المقبل. أطفال إقليم بوجدور بدورهم استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم عطلة للجميع، برنامج استفاد منه 1000 طفل من بينهم أطفال عائدون من مخيمات تندوف. عملوا الإقليم رفقة مسؤولين محليين أشرفوا على انطلاقة الرسمية للشطر الأول من هذا البرنامج، وفي المتابعة عياد سرتي ومحمد شهر. إلى مراكز التخييم بأقاليم الجديدة إفران أكادير ومراكش يتوجه الأطفال المستفيدون من البرنامج الوطني للتخييم عطلة للجميع في شطره الأول، برنامج اختير له هذه السنة شعار أحبك وطني. استفاد منه 1000 طفل ينتمون لعشرين جمعية ومنظمة تربوية بالإقليم، من بينهم أطفال عائدون رفقة ذويهم من مخيمات تندوف، سيكتشفون لأول مرة الغنى الطبيعي لبلدهم المغرب. احنا فرحانين حيت غنقيسوا الداخل ونتعرفوا على ناس جداد. فهم اول مره نمشوا للتل، اول مره نمشوا بوليداتنا للتل، باقيين الاندماج ندمجوهم مع خوتهم المقاربه، يفوجوا وينشطوا يبدلوا الجو شوي باش تجيو مال القرايه ويقعدوا مبدلين الجو. عرفت في هذا المخيم الصيفي حيت كيعلمنا شحال من حوايج ما كناش كنعرفوها، كيعلمونا بحال اش كنتعاملوا مع الاطر اللي ديما كيساعدونا وكيساهموا معنا في هذا المخيم. برنامج تربوي يروم ترسيخ قيم المواطنة عبر أنشطة ترفيهية وتثقيفية ورياضية وأخرى فنية، خصص له اعتماد مالي فاق 1,400,000 درهم بشراكة بين عمالة الإقليم ووزارة الشباب والرياضة. ستستفيد مدينة بوجدور من 2,100 مقعد لفائدة أطفال الإقليم، منهم 1,100 سيستفيدون من المخيمات الداخلية و1,000 ستستفيدون من المخيمات الخارجية. لهذا الغاية خصصت ميزانية مهمة في هذا الجانب، قدرت بحوالي 1,440,000 درهم. هذه المحطة التي نريدها أن تكون متميزة بدرجة وامتياز، فيها 3 أشياء هي الانضباط والسلوك والتخييم إن شاء الله تعالى. جدير بالذكر بأن هذا البرنامج يضم أيضا مخيمات داخل إقليم بوجدور يستفيد منها 1,100 طفل بالمخيم الحضري والمخيمات القارة. نسب تفوق دراسي مشجعة كشفتها نتائج امتحانات البكالوريا بنيابة إقليم طنطان. صفاء المسيريب متعلمة حصلت على هذه الشهادة الثانوية وبأعلى معدل في سلك العلوم الفيزيائية على صعيد الأقاليم الجنوبية. بورتري حول هذه الطالبة المتميزة لحافظ محضار وعبد الرحيم حاج. الخبر السار زفت صفاء إلى أسرتها الصغيرة بعد حصولها على أعلى معدلات مسلك العلوم الفيزيائية مستوى البكالوريا على صعيد الأقاليم الجنوبية. تفوقها الدراسي مكنها في آخر المطاف من نيل هذه الميزة الاستثنائية. هذا الإنجاز اللي حققت كان إنجاز مشرف بالنسبة لي أنا وبالنسبة لجامعة الأقاليم الصحراوية، وصراحة كان إنجاز بفضل الله قبل كل شيء،
وبفضل الوالدين لأنهم ضحوا معايا بزاف وكانوا كيوفروا لي الظروف المعنوية والمادية باش نحقق أعلى المراتب طيلة هذه المسيرة الدراسية ديالي. كان هنت من تقريبا من الابتدائي كان هنت دائما النتائج حسنة لإعدادي نفس الشيء دائما النتائج ممتازة شعب بكملت بالبكالوريا الحمد لله جبت نتائج مبهرة وفرحنا. 18.04 هو المعدل النهائي الذي تحقق لهذه المتعلمة النجيبة ذات 18 ربيعا. الإنجاز يسجل اليوم باسم المؤسسة التي احتضنت تفوقها الدراسي. مسارها منذ الابتدائي إلى الآن مسار جيد وكل بداية تنبئ عن النهاية، والنهاية كانت في البكالوريا بميزة مشرفة على الصعيد الأولى على الصعيد الجهة ومن النسب المتقدمة وطنيا والحمد لله. بعد إنجازها الدراسي المتميز تضع صفاء نصب عيونها مواصلة التفوق فيما هو مقبل من مسارها العلمي من خلال تخصصاتنا تأمل أن تحقق لها أمنياتنا تسكن كيانها منذ الصغر. في أخبار المجالس المنتخبة وبمقر بلدية الداخلة عقدت اليوم دورة يوليوز طبقا لمواد الميثاق الجماعي. جدول أعمال الدورة ضم 4 نقاط تمت دراستها وتم التصويت عليها، نقاط يقربنا منها أكثر. محمد تورزي محمد يداس في الروبورتاج التالي. بعد حضور النصاب القانوني لأعضاء المجلس انطلق الحديث والنقاش حول النقاط 4 المبرمجة في جدول أعمال الدورة: تسمية الشوارع وأزقة بعض أحياء المدينة، دفتر التحملات والنظام الداخلي المتعلقين بتفويض استغلال مرفق المحطات الطرقية للمسافرين ومرافقها بالداخلة، ونقاط أخرى بعد الدراسة تم تصويت عليها خلال هذه الدورة. جدول الأعمال عدة نقاط تم سير الجولان، فتح مقبرة ديال المسلمين الجديدة والمصادقة على دفتر تحمل ديال المحطة الطرقية الجديدة. هذه هما النقاط اللي في جدول الأعمال. بالنسبة للنقطة تصويت على لسمية الشوارع والأزقة من أجل تسهيل المأمورية للأشخاص الساكنين في الأحياء، وتسهيل المأمورية للأمن، وتسهيل البريد، وهذا هو السبب اللي جعلنا نصوت على القضية. أعضاء المجلس تدارسوا القرار التنظيمي لتدبير المقبرة الجديدة وتحدثوا عن أهمية إنشائها. السير والجولان بالمدينة أخذ حصته أيضا من عمر الدورة، وكذا أصوات أعضاء المجلس البلدي، إذ وافقوا بعد الدراسة على ميلاد قرار جماعي متعلق بتنظيم السير والجولان بمدينة الداخلة. واليوم الحمد لله هذا المشكل ديال التشوير اللي كانت الساكنة والطاكسيات وجميع الناس اللي كانت عندها علاقة بالطرق كانت عندها الشكاية به، والحمد لله توصلنا بنقطتين الحمد لله، درنا تغطية شاملة وكاملة لهذه النقطة بالذات بالنسبة للتشوير. الكل يعلم على مستوى مدينة الداخلة عن المقابر اللي هي مقبرة ثورة واحد ومقبرة النبكة استوفوا مدتهم القانونية وبالتالي امتلاوا، وعاد ملزم المجلس البلدي بأنه يراعي هذا المرفق الحيوي والهام بالنسبة للأموات المسلمين. دورة عادية طرحت جملة من المواضيع بالنقاش والدراسة وفي الأخير التصويت عليها، مواضيع تهم شؤون المواطنين سواء كان الأمر يتعلق بالأحياء منهم في سيرهم وجولانهم وحتى منوري الثراء. المجلس البلدي لقليميم عقد بدوره دورته العادية لشهر يوليوز. أشغال هذه الدورة انكب خلالها الأعضاء على الدراسة والمصادقة على نقاط عدة ذات صلة بتدبير الشأن المحلي لهذه المدينة. حافظ محضار ومحمد مولود ملاخة. أعضاء المجلس البلدي لقليميم تتبعوا في مستهل أشغال هذه الدورة العادية عرضنا تناول نتائج الدراسة التقنية الخاصة بتأهيل المؤسسات التعليمية بالمدينة. المجلس البلدي يراهن من خلال هذا التأهيل على دعم مجهودات الدوائر التعليمية للارتقاء بمستوى العرض التربوي بالمنطقة. تأهيل المؤسسات عنده يكتسي أهمية كبرى على جوج المستويات، هو فضاء لعمل الموارد البشرية، ومن المفروض أن هذا الفضاء هذا يكون مساعد على المردودية والجودة، وكذلك فضاء اللي تعمل فيه اللي ينمو فيه الطفل، وهذا الفضاء خصو يكون جذاب باش أنه يستقطب الطفل ويحتفظ به. الحاضرون صادقوا خلال أشغال هذه الدورة على العديد من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى المساهمة في الدينامية العمرانية والخدمات الاجتماعية بهذه الحاضرة الجنوبية.
هناك 7 نقاط وفيها نقاط ديال الاتفاقيه مع تجزئات عمرانيه من اجل تنظيم و يعني المجال العمراني، كذلك مع ذوي الحاجات الخاصه. هذه الجمعيه اللي كتقوم بواحد العمل جيد لذوي تحدي الاعاقه، فتم يعني ايجاد اتفاقيه من اجل حل مشكل المكان او المقر الرئيسي لها من اجل التعاطي مع هذا يعني المرتفقين لها. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملكة تليت في ختام أشغال هذه الدورة العادية. أما الآن فمع الزميل عياد السرسي يقودنا في جولة عبر الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء ذات الصلة بالأقاليم الجنوبية. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء من يومية الأحداث المغربية التي تطلعنا في صفحتها الأولى بأن صرخات الغضب التي تتعالى منذ مدة وسط مخيمات البوليساريو وصلت إلى إعلام جبهة البوليساريو، فما إن أثيرت أسباب الغضب وخاصة منها موضوع فساد رجال محمد عبد العزيز حتى بادرت القيادة إلى طرد كل الصحفيين المسؤولين عن دراعها الإعلامي، حيث تم طرد كل من رئيس هيئة تحرير الأخبار ورئيس قسم البرمجة إضافة إلى مقدم النشرة الإخبارية. وكشفت الأحداث المغربية بأن مصادر من داخل مخيمات تندوف وصفت القرار بالحادثة الخطيرة التي تذكر بالطرد الجماعي الذي قام به محمد عبد العزيز في حق صحفيين عاملين فيما يسمى مجلة سنة 2005، كاشفة أن الأمر يتعلق بتحرير المطرودين لمقالات تنتقد فساد الجبهة. وبخصوص ما كتب عن الأقاليم الجنوبية للمملكة في الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، تخبرنا يومية رسالة الأمة في صفحتها الأولى بأن السلطات المحلية لإقليم سمارة ذكرت بأن شخصا يبلغ من العمر 24 سنة لقي حتفه عشية يوم أمس الاثنين إثر انفجار لغم بمنطقة أمقالة. وأوضحت رسالة الأمة بأن الضحية لقي حتفه عندما كان يتفقد على متن سيارته قطيعا من الإبل في ملكية والده، وذلك رفقة أحد أصدقائه. ومن يومية أخبار اليوم المغربية نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، وتخبرنا اليومية بأن تموين السوق الوطنية بالمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان سيتم بشكل كاف، وذلك وفق بلاغ رسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري. وكشفت أخبار اليوم المغربية بأن أسواق المملكة بشمالها وجنوبها ستزود بالمواد التي يكثر استهلاكها في شهر رمضان، وحددت المواد في الخضروات والفواكه، كما ستعرف الأسواق الوطنية وجود التمور والقطن والحليب بشكل كاف يلبي حاجيات السوق. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد المكاوي عن سن تناهز 24 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد بسبع، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الآن فنصل إلى الورقة اليومية لأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الطقس سيعرف أجواء غائمة بمجمل المناطق. درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 26 درجة بكل من الزاقل تزمور والسرد و 18 درجة بالطنطان. أما درجات الحرارة العليا فتتراوح ما بين 43 درجة بالزاق و 23 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوي الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:07، أما الغروب على الساعة 8:47. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 26 درجة بنواكشوط، 31 درجة بنواذيب، 42 درجة بزويرات، 45 درجة بتندوف، وبالعاصمة الرباط 27 درجة. في نهاية هذه النشرة نذكركم مشاهدينا أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.com. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون الجهوية وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين
من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما تلتقون غدا على الساعة 4:15 مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. الطاقم الصحفي والتقني لهذه النشرة يشكركم على حسن المتابعة، وإلى الغد إن شاء الله.